باب نجاة الأمة ما خاب والله سيدي من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. تالله ما فعلت بنا يد البين لا يا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتته فما يا ترى جامعا منهم لشخصين فبعض بطيبة مدفون وبعض بكربلاء وبعض بالغريين وأرض سامراء وما ضمنت بغداد من نجمين حلا وسط قبر لمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عين قريحين أبكي على الحسن المسموم الطهد أم الحسين لقى بين الخميسة يا ابن الحسن يا يوم تجبي الحسن يا يوم تجبيد والله شايل وين والخيل تصهيل سيدي يا صاحب الزمان الوادي كربلاء وبيه تنزل والله تنسى عماتك الراحت ابذيل أسيرات من منزل المنزل يا والله أسيرات من منزل بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم أطول مجلسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
هذه الآية المباركة تحتوي على مجموعة من المفاهيم نعرض الله إن شاء الله على ما يسمح به الوقت. الذكر الوارد في الآية المباركة لفظ الذكر هو يأخذ حيزه وانطباعه اللغوي في سياق اللغة العربية. بمعنى آخر يجب أن نفهم نحن أبناء الإسلام وأبناء هذا الدين أن القرآن الكريم في من معانيه ومن مفاهيمه أنه حمال أوجه. شو يعني حمال أوجه؟ إذا نأتي إلى حادثة التحكيم لمولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه الكريم مرة يراد به لقلقة اللسان. الإنسان يقول أستغفر الله الحمد لله سبحان الله، وخاصة في ليالي الجمعة مثل هذه الليلة المباركة المسلم يتغرب الله بقراءة القرآن وبالنوافل بالصدقات، وأفضل الأعمال في هذه الليلة المباركة أن نسمع فيها الحمد لله. اللهم صل على محمد.